الكابتن احمد ميهوب حارس مرمى فريق بيراميدز يواصل التألق ويقدم مردود ايجابي وفوز والحصول على المركز الثالث بعد التغلب على فريق سيراميك كليوباترا. كابتن احمد، يعني ببارك لك على ادائك وثبات ادائك في الفتره الماضيه والحصول على المركز الثالث مع فريق بيراميدز. الحمد لله على الاداء، الحمد لله برضو على النتيجه. مش هدفنا ومش طموحنا، لكن الحمد لله في الاول وفي الاخر احنا كنا جايين بهدف الفوز وما قدمناش غير ان احنا ناخد الكاس. لكن زي ما انت عارف ماتش فيوتشر الدور نصف النهائي حصل سوء توفيق، ما قدرناش نكسب ونتعدى الدور ده. النهارده كذلك برضو الماتش رايح جاي رايح جاي، فبنلعب فرقه برضو محترمه وعندهم اسماء كمان، فالحمد لله على المكسب وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه نبقى احسن باذن الله. ما كانش في ماراثون النهارده في ضربات الجزاء، اول ما ركلات الجزاء بدات الكل تذكر المكسب. لا، هو الحقيقه اللي حصل الماتش اللي فات ده كان حاجه ممتعه للناس كلها وممتعه للناس في الملعب ده حقيقي، لكن كان في سوء توفيق. ماشي ان شاء الله باذن الله. تسلم ربنا يبارك. اكيد ده كان لقاءنا مع حارس مرمى فريق بيراميدز الكابتن احمد ميهوب، والان العوده من جديد والاستوديو التحليلي.